إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن التهابات البكتيريا المقاومة للمضادات، نوع من أنواع البكتيريا اسمه ميرسا. تعتبر البكتيريا المعروفة باسم البكتيريا العنقودية الذهبية المقاومة للميثيليسين. أنواع البكتيريا التي لا تستجيب للعلاج ببعض أنواع المضادات الحيوية، وبالتالي يكون علاجها، يقول الأطباء أن هذه البكتيريا تعتبر الآن على رأس قائمة أصعب أنواع العلاجات الموجودة في الطب تقريبا، أصعب من أنواع البكتيريا الأخرى. هذه الالتهابات تظهر في العادة على شكل قروح أو دمامل، وهذه البكتيريا هي السبب في هذه القروح. ربما تبدو مثل أسباب يعني حبوب صغيرة بعدها تكبر وتتقرح هذه الحبوب، وتكون حبوب مثل فيها مثل الدمل، ممكن تشبه الدمامل. ايضا اسباب التهاب الجلد هي هذه البكتيريا. ممكن ايضا بعض لدغات الحشرات ممكن تنقل هذه البكتيريا، زي البعوض او العناكب او بعض من انواع من الذباب، قد يسبب أمراض كثيرة وينقل أنواع من أمراض المخلوقات الدقيقة في المناطق الجلدية والجسم. أيضا التهابات الأذن والأنف والحنجرة التي تسببها هذه البكتيريا تكون مؤلمة جدا وشديدة وخطرة جدا، ممكن يسبب تلف في الأعصاب السمعية والأجهزة داخل الاذن والطبلة لو زاد يعني حدة المرض. الى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، ان شاء الله نشوفكم في درس قادم.